السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس التراكيب إعراب جمع المذكر السالم الجزء الأول من مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي الصفحة 112. إذا لنبدأ بفقرة ألاحظ وأكتشف. أقرأ الجملتين الآتيتين وأكمل ملء الجدول وفق النموذج. إذا لاحظوا معي الجملة الأولى: المدرسون قلقون من التأثير السلبي لشاشات الهاتف الذكي. إذن الجمع هنا المدرسون، مفردهم مدرسون، إذن موقعه من الإعراب. إذن جاءت مبتدأ، إذن الكلمة جاءت مبتدأ مرفوع، علامة إعرابه الواو. لماذا؟ لأنه جمع، جمع مذكر سالم. الجملة الموالية: أصبح الأطفال منفصلين عن الآخرين. منفصلين، إذن الجمع منفصلين، منفصلين. لاحظوا معي أصبح، إذن ناسخ فعلي، الأطفال اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منفصلين، إذن جاءت خبر منصوب، إذن خبر أصبح منصوب. إذن مفرده منفصل، منفصل، إذن خبر أصبح منصوب. علامة إعرابه، إذن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، إذن ينصب بالياء. عن الآخرين، إذن الجمع هنا الآخرين، إذن مفرده الآخر. إذن موقعه من الإعراب جاء مجرور، إذن بحرف الجر عن، إذن فهو اسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الياء. إذن من الجدول نستنتج بأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن وينصب ويجر بالياء. إذن أحدد نوع الكلمات المكتوبة باللون الأحمر اسم أو فعل أو حرف، إذن فهي أسماء. أذكر العدد التي تدل عليه هذه الكلمات وأعين الكلمات التي تدل على أكثر من اثنين، إذن العدد بطبيعة الحال جمع، تدل على الجمع. أذكر مفرد المدرسون، إذن مدرسون. أعين موقعها الإعرابي ثم علامة الإعرابية، إذن فهي مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أحدد نوع هذا الجمع، إذن جمع مذكر سالم، لأنه لدينا جمع مؤنث سالم ولدينا نوع آخر جمع تكسير. السؤال السابع: أذكر مفرد منفصلين، إذن أجبنا عن السؤال منفصلون، إذن وجنسه، إذن جنسه مذكر. وأبين ما زيد على مفرد الكلمة في الجمع، إذن زيد ياء ونون. أعين موقع الإعرابي ثم علامة الإعرابية، إذن قلنا بأن منفصلين جاءت خبر أصبح منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن نمر الآن إلى الاستنتاج. إذن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. إذن لصيغة جمع المذكر السالم، إذن نضيف واو ونون أو ياء ونون. إذن بالنسبة للواو أو الياء، إذن حسب موقعه الإعرابي، إذن فهو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن نمر الآن إلى نشاط أطبق. السؤال الأول: أعين جمع المذكر السالم في الجملة الآتية وأحدد موقعه الإعرابي وعلامته أو علامة إعرابه. إذن المهندسون الإعلاميون يخططون لإنتاج جيل جديد من الهواتف المحمولة. إذن بالنسبة لجمع مذكر السالم لدينا المهندسون الإعلاميون، المهندسون الإعلاميون. إذن بالنسبة للمهندسون فجاءت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بالنسبة لكلمة الإعلاميون فقد جاءت نعت تابع لمنعوته ومرفوع علامة رفعه الواو كذلك لأنه جمع مذكر سالم. إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني: أستخرج من الفقرة الأولى من نص الهواتف الذكية في عالم اليوم جمع المذكر السالم وأحدد موقعه الإعرابي وعلامة إعرابه. إذن سنرجع إلى
النص. إذا بالنسبة للفقرة الأولى من نص الهواتف الذكية في عالم اليوم، إذا الكلمة التي جاءت جمع مذكر سالم، إذا للمستخدمين، إذا اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا للمستخدمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.